عزيز عاصمي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم أجيلان. نحن الآن في إطار تخليد الذكرى 17 لتأسيس لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها صاحب الجلالة بتاريخ 18 ماي 2005. وهذه السنة يتم تخليد هذه الذكرى تحت شعار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربة متجددة لإدماج الشباب، والتي حاولت أن تأخذ كمحور لهذه اللقاءات على المستوى الوطني، كمحور لها هو دعم الأنشطة الشبابية ودعم الشباب من خلال البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. فعملة إقليم أجيلان إسوة بباقي الأقاليم والعملات، فهي اشتغلت على هذا المشروع ديال المبادرة المرحلة الثالثة كمشروع متجدد لإدماج الشباب في عالم الشغل، وذلك من خلال ثلاثة محاور اللي تم ارتكاز عليها، وهو المحور ديال ريادة الأعمال بطبيعة الحال بشراكة مع شركائنا الجمعيات ديال المجتمع المدني، كذلك محور ديال دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين الدخل بشراكة كذلك مع منصات ديال الشباب التي تسيرها جمعية إقليمية، وكذلك محور ديال دعم التشغيل دعم فرص التشغيل. فبالنسبة لإقليم ديال أجيلان تم تحقيق هذه السنة 127 مشروع خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 حتى 2021. هذه المشاريع اللي همت كمجال ديال ريادة الأعمال من خلال دعم مشاريع ديال الشباب، وكذلك همت مشاريع ديال التعاونيات من خلال تثمين المنتوج المحلي ودعم سلاسل الإنتاج اللي هي ذات القيمة واللي موجودة على مستوى إقليم أجيلان، واللي تعتبر إقليم أجيلان من بين الأقاليم الغنية من حيث هذه المنتوجات المجالية التي يجب تثمينها وتطوير الأداء ديال التعاونيات اللي تتشتغل على هذا المواد العطرية والمواد الطبية، وكذلك المنتوجات المحلية. كذلك بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال البرنامج الثالث، فتم دعم تشغيل ديال الشباب، وذلك من خلال يعني التكوين، من خلال المواكبة، ومن خلال منصات ديال الشباب التي تم إحداث 4 ديال المنصات على مستوى الإقليم أجيلان، وذلك لتقريب هذه الإدارة من الشباب. فهناك 4 ديال المنصات في أجيلان، في دمنات، في بزو، وكذلك في تاقلفت. إضافة إلى هذا، فتم تقديم بعض النماذج الناجحة على مستوى الأنشطة التي قاموا بها هاد الشباب، وهي التي نالت إعجاب الحضور الكريم. وشكرا على المنابر الإعلامية على هذه المواكبة.